العبرة من انسحاب الحريري، لا غطاء لأي مساكنة مع الحزب. ما تأخر الرئيس سعد الحريري عن القيام به في العام 2017 عاد وأنتج انسحابا دراماتيكيا من الحياة السياسية، أتى على شكل خروج مكلف ومحزن لا يمكن إلا التعاطف مع ما رافقه من أسئلة لا إجابة عنها. هل هي نهاية الحريرية السياسية؟ وهل هي عودة إلى مقابر رفيق الحريري الذي استطاع لأول مرة في تاريخ الطائفة السنية أن يبني زعامة؟ قزمت كل أثر مناطقي أو عائلي وتجاوزت حضور المرجعيات الدينية؟ الجواب ليس متوفرا الآن، لأن أسباب هذا الانسحاب والأهم نتائجه سوف تطغى إلى حين. لقد كان معلوما ومنذ أشهر أن الرئيس سعد الحريري أصبح قريبا جدا من اعتزال العمل السياسي. نقل عنه من التقوه مؤخرا أنه يشعر باشمئزاز إلى حد القرف واليأس مما وصل إليه الوضع في لبنان. ربما كانت محاولته الأخيرة لتشكيل الحكومة التي فشلت في تحويل حكومة اللون الأصفر إلى حكومة اختصاصيين ولو بالحد الأدنى، ربما كانت الرصاصة الأخيرة في الجعبة التي بعدها سيعلن قراره الحاسم. لقد فشل رغم كل الاستثمار في منطق التسوية الذي راهن عليه في نيل أي مكسب من حزب الله، وبات متيقنا من أن ما يشكل من حكومات في لبنان ليس أكثر من واجهة سياسية لحزب الله. لذلك انسحب الحريري من محاولة تشكيل الحكومة وانكفأ في الإمارات يفكر في الخطوة التالية التي أتت طبقا لما كان أسر به إلى أقرب المقربين الذين زاروه مستطلعين وقلقين. لقد كان الانسحاب معبرا وواضحا، وخصوصا بما يتعلق برفض الحرب الأهلية. لقد كانت هذه العبارة المفتاح الذي يفهم منها أن الحريري لم يعد قادرا على الاستمرار في معادلة المساكنة مع حزب الله، كما أنه ليس في وارد أن يعود إلى مرحلة ما قبل 7 أيار التي كان عنوانها مواجهة مشروع حزب الله. إذا لا يريد الخيار الأول ولم يعد يستطيع السير في الخيار الثاني، فكان الخيار الثالث الابتعاد والتفرج عن بعد على 17 عاما تبددت فيها آمال كثيرة. لم يكن من قبيل الصدفة أن يتزامن توقيت إعلان الانسحاب مع زيارة وزير الخارجية الكويتي لبيروت، فهي بحد ذاتها مبادرة مكتملة ليس فيها أي أثر للحقبة العربية التي طالما شهدت مبادرات مختلفة تجاه لبنان. هي مبادرة خليجية لترتيب العلاقة مع لبنان وليس لصياغة تسوية لبنانية لبنانية، وهذا الترتيب حرص الوزير الكويتي على البوح بتفاصيله وبنوده وشروطه بطريقة تفتقر لألغاز اللغة الدبلوماسية، ما يستنتج منه أن البنود 12 التي تضمنتها لا تحتمل النقاش ولا التفاوض، وبالتالي لن يكون من المقبول خارجيا أن يتم إدخالها في متاهات تدوير الزوايا وفق الطريقة اللبنانية المعتمدة تقليديا للتملص من الالتزامات والتعهدات. تبعا للموقف الخارجي يمكن فهم أسباب انسحاب الرئيس الحريري، كما يمكن توقع الإرباك المضاعف الذي سيواجهه الرئيس نجيب ميقاتي باعتباره المعني الأول بالإجابة على هذه المبادرة. في الخلاصة، بات على أي مكون لبناني أن يكون على علم بأن دول الخليج لن تغطي أي مساكنة لمصلحة حزب الله، وهذه إحدى العبر الأساسية التي يمكن استخلاصها من انسحاب الرئيس الحريري من الحياة السياسية.